بدأنا طريقنا احتراما لكل قطرة عرق نضحت من أجل كل بذرة تم غرسها في الحقل أو من أجل كل محصول. نعلم قيمة المجهود الذي يتم بذله من أجل سنبلة واحدة، وعملنا بكل جهد حتى لا يضيع المجهود المبذول على السنبلة هباء. سلمنا نعم هذه التربة الخصبة بالأيدي الاحترافية. جمعنا التقنيات التكنولوجية العالمية مع خيرات هذه البلاد. عملنا في الإنتاج والتصنيع مع الأخذ في الاعتبار جميع شروط التخزين والنقل الخاصة بجميع المحاصيل والمنتجات. أسسنا صوامع توركو بضمان شركة EKL المتكامل من أجلكم. تم تأسيس شركة EKL للماكينات في العام 1998، حيث أصبحت منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم البوابة المنفتحة من منطقة شورم على تركيا والعالم، وذلك من خلال جودتها ونجاحاتها في القطاع. تعتبر شركة EKL للماكينات خبيرة في قطاع مصانع الدقيق والأعلاف وأنظمة مرشحات الغبار، حيث تواصل طريقها نحو الوصول إلى موقع العلامة التجارية. استطاعت شركتنا الاحتفاظ باسمها جنبا إلى جنب مع مستويات رضاء العملاء العالية، حيث أضافت نجاحا آخر إلى أعمالها متمثلا في صوامع توركو من خلال طاقم الشركة العامل من الخبراء في المجال. تستمر الشركة في تنفيذ جميع أعمالها من خلال الخطوات الواثقة بالجودة العالية. تستمر شبكة العملاء في التزايد يوما بعد يوم، كما تم تسجيل جودتنا مرة أخرى من خلال شهادة الأيزو 9001-2000. تتميز صوامع توركو بالأقطار المتراوحة ما بين 4.51 متر إلى 31.60 متر، وقدرات تخزين بالأحجام القابلة للزيادة من 50 طن إلى 15,000 طن من أنواع الصوامع بالأرضيات المستوية. يتم تفضيل استخدام حديد الصاج المجلفن بالجودة العالية والمقاوم للشد والصدى حتى 450 ميجا باسكال. تختلف نسبة التغليف بالجلفنة بالتوافق مع طلبات العملاء. يمكن أيضا أن يتم إنتاج الصوامع بالأرضيات المخروطية وفق طلبات العملاء. تهتم منتجات توركو للصوامع بتوفير المكاسب للعملاء، حيث تتميز بالتكاليف المنخفضة وتوفير الحد الأقصى من ساعات التخزين بالتوافق مع مساحة البناء، حيث تمنح ضمان عدم ضياع أي من المواد الخام على الإطلاق. تستهدف منتجات توركو للصوامع توفير المكاسب للعملاء، حيث يمكن تركيبها من خلال نظام البراغي في الموقع لتوفير الاقتصاد في الوقت مع إمكانية التفكيك بنفس الطريقة. تهتم شركتنا بالأمان والراحة في مبادئ الإنتاج والتصنيع، حيث يتواجد في المساحة الخارجية أقفاص الحماية مع السلالم، بالإضافة إلى المنصات المصممة للراحة والعديد من التفاصيل الأخرى التي تم الاهتمام بها بشكل خاص في المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام أنظمة التحكم في الحرارة في منتجات الصوامع، والتي توفر المنتجات في التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة أو دخول الحشرات وإمكانية الكشف المبكر عنها. تتواجد أيضا منتجات الحزام الناقل الأفقي والمائل لنقل الحبوب من منتجات توركو، بالإضافة إلى مصاعد توركو التي توفر سهولة النقل العمودية، والتي تم إنتاجها وتصنيعها مع الأخذ في الاعتبار جميع النتائج الاقتصادية الخالية من الأضرار والخسائر وفق كل أنواع الشروط المحتملة. يتم تصنيع وإنتاج جميع المنتجات بضمان شركة EKL للماكينات، كما تعتبر منتجات الشركة من الأنظمة الحلزونية، وأنظمة التهوية قوية أيضا كمثل المنتجات الأخرى. تفخر شركة EKL للماكينات بتقديم منتجات توركو للصوامع التي تكتب اسمها بحروف عملاقة في القطاع.